معكم يا أيها خبيرة الحواجب في الشرق الأوسط. يعني أنا الحين متكشخة ومتعدلة انزين، وبس ما أعرف شو أسوي في حواجبي. كل ما أطلع ويا رفيجاتي هما يعني عندهم وايد ستايلات حق حواجبهم، وأنا بس شي قاعدة ويا نفس الستايل كل مرة. يعني ما أعرف شو أسوي، ما أدري إذا في أحد يقدر يساعدني ولا أحد يقدر أحد يقدر مثلاً يعني يقول لي شو أسوي. خبيرة الحواجب في أحد هناك؟ إيه معك يارا أيوب، خبيرة الحواجب في الشرق الأوسط. شلون؟ إيش قاعد يصير؟ إيه سمعت إنك محتاجة مساعدة. الصراحة إيه محتاجة مساعدة، بس أنتي من وين طلعتي؟ لا تحاتين. anyways شخبار؟ زينة. شوفي أنا بقول لك شنو، أنا خبيرة الحواجب وبعلمك شلون تقدرين تسوين ثلاث ستايلات ويا منتج واحد. انت عبالك اني بصدقك؟ شوفي انت عندك البريسايسلي ماي براو بنسل صح ولا لا؟ اي عندي اياه، وايد احبه، بس ما اعرف شو اسوي، بس احب ستايل واحد. ولا يهمك، انا الحين بقول لك ثلاث ستايلات تقدرين تسوينهم ويا قلم واحد. انزين يلا يا الخبيره خل نشوف شنو عندك. خل نبدي. اول شيء براويك الناتشرال ستايل. اخذي البروش ومشطي حواجبك على فوق. شوفي شلون القلم وايد ضعيف وتقدرين ترسمين شعرات صغيره. ايه صح كلامك. انزين الحين اخذي ورسمي شعرات صغيره من بدايه الحاجب الى نهايه الحاجب. عشان الستايل هذا ناتشرال ما تبين الارتش يكون وايد شارب، فرسمي على الخفيف. اوه خبيره الحواجب ترى يعني صراحه حبيت، يعني ما غيرت الشيب وايد بس زد شويه فوليوم. اي صح مشطتيهم على فوق وبس مجرد مليتي الفراغات. الحين صار وقت الستايل الثاني. الستايل الثاني يلا دقيقه اروح اشيل اللي حطيته في حواجبي. انتظري شنو الستايل الثاني؟ هو الكونتورد براوز. كونتورد براوز يعني شنو؟ كونتورد براوز يعني ناخذ نفس القلم و نسوي أومبري إفكت. أوه كشخة أومبري. إنزين شو أسوي؟ أخذي القلم وغمجي الحاجب من الأرتش إلى الأند، وبعدين تقربين على بداية الحاجب بس ما تلمسينه، تخلينه أفتح من الأند عشان يصير عندك ان أومبري إفكت. ولا تنسين تمشطين الحاجب عشان البرودكت يدمج. هذا الحاجب أحسن حاجب حق السيلفيز، يبطل عيونك بزيادة، يخلي وجهك يكون أوسع وبشوش أكثر. الفرق بين الناتشرال براو والكونتورد براو بعد أن الكونتورد براو محدد أكثر. شوفوا التحديد. الحين باقي آخر ستايل اللي هو الفيذرد براوز. لا ما بتطيرين، خليتيني أشيل ما كونتورد براوز. إنزين لازم هالستايل يكون حلو بعد. أنا الخبيرة يعني بقول لك ستايل مو حلو مثلاً. أول شيء تمشطين حواجبك على فوق نفس ما سوينا في الستايلات الثانية. الحين كلنا نعرف أن البريسايسلي ماي براو بنسل أحسن قلم حق رسم الشعرات الصغيرة. أخذي القلم وبدي ترسمين شعرات صغيرة من البداية لين النهاية في نفس اتجاه الشعرات الموجودة، ومشي الشعرات على فوق. الصراحة خبيرة الحواجب أنا ما أعرف شلون أشكرك، يعني أنت علمتيني ثلاث ستايلات بقلم واحد اللي هو Precisely My Brow Pencil. إيه ثلاث ستايلات، بس ترى أهما مو بس ثلاثة، تقدرين تسوين وايد أكثر. صدق إذا عندك قلم يقدر يسنك شعرات صغيرة تقدرين تسوين أي شيء. الصراحة أنا وايد محظوظة أن عندي Precisely My Brow Pencil من Benefit Cosmetics. يلا الحين طلعي واستانسي ويا رفيجاتك وخليهم يشوفون ستايلاتك الجديدة. شكرا خبيرة الحواجب، نشوفك المرة الجاية ان شاء الله. معاكم يارا ايوب خبيرة الحواجب في الشرق الاوسط. ان شاء الله عجبكم الفيديو ونشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. سووا لايك على الفيديو وسبسكرايب على بنفت ميدل ايست، ولا تنسون تسوون لي فولو اون انستغرام @yarziz. إذا عندكم أي اقتراحات حق فيديوهات في المستقبل كتبوهم في التعليقات داون بلو، ونشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. الحين باخذ my feathered brows وبطير فيهم. باي 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 باي. طلعت من الفريم. اوكي باي باي.